أتعذروننا إذن أيها الإخوة بعد أن عرفتم لماذا لا نقبل مساومة على فلسطين؟ كل فلسطين من النهر إلى البحر ومن البحر إلى النهر وتاجها القدس. فوالله لنأتينهم بجيش آخره في بغداد وأوله يهز فرائص المحتلين الغزاة الصهاينة المجرمين. لو أردتم ذلك وقررتم عليه جيش مؤلف من رجال يحرصون على الشهادة مثل ما يحرص الصهاينة على ترى أحمين والله لن خل النار تأكل نص إسرائيل. إذا على النقيض من التقديرات الأولية فإن صاروخي باتريوت المضادين للصواريخ اللذين أطلقا أخطأ هدفهما، هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال نحمان شاي. وكان متحدث عسكري إسرائيلي آخر قد أعلن في وقت